إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في آخر الفيديو إن شاء الله بإذن الله غتلقاو الجزء الأول والجزء الثاني باش تدرسوا الموضوع ديالنا إن شاء الله بإذن الله. إذن لاحظوا هنايا ديكور برانسيس كيفاش غادي نجمعوا لاغوب ديالنا باش تعطينا على هذا الشكل هذا، ولكن بغيت نزيد لها هذا الشريط هذا، بغيت نضيفو على هذا الشكل هذا هنايا. إذن عندي جوج الأشرطة غادي ندير لهم الكسارات أو الكشكشات، ولكن بطريقة ديال تربعة في الماكينة. غادي نفتح الأمام ديالي على هاد الشكل هذا. إذن لاحظوا معايا، شدوا نهال أفك. إذن ها هو الأمام ديالي، حليه على هاد الشكل كما كيتضح لكم. غادي نشد في آخر الخياطة هنايا وغادي نضيف له هاد الباندا ديالي على هاد الشكل، لأنها بغيتها ترجع لهنايا ولا بغيتها ترجع لهنايا نقلبها على هاد الشكل هذا باش ترجع ليا لهنايا، ولكني انايا باغيها ترجع ليا لهاد الشكل هذا، على هاد الشكل هذا، على هاد الشكل هنايا هنايا، ولكني غادي نديرها بالكسارات على هاد الشكل هذا. اذا غادي ندير لي فرونس كات كشكشات وغادي نجمع هذا. اذا عندي، لاحظوا معايا، عندي هاد لا بلاص ها هي جمعيها لي وهادي كذلك، ومثال على هاد الشكل هادي باش تعطيني لا فورم ديالها لا غوب ديالي على هاد الشكل الابنات. اذا لاحظتوا اشنو بغيت نقصد، ولكن هادو غادي يكونوا عندي هنايا على هاد الشكل كشكشات وهنايا كذلك ومثال. اذا غادي نتوكلوا ونمشيو نصوبوا. إذن لاحظوا معنا، غادي نبقى نجر الخيط وغادي يتبان لي بعد ما درت الغرزة المتباعدة، يعني الرقم خمسة. درت في الغرزة رقم خمسة كنجر الخيط وكيتجمع لي التوب بهذا الشكل هذا، وكيعطيني يعني لي فرونس الكشكشات. إذن ملاحظة هنا، غادي نحط لي فرونس ديالي وداك الشريط وغادي نخيطو في الجهة اليمنى حدا التركيز. إذن في لا ديكوب برانسيس غادي نخيط الجهة اليمنى كما قلت لكم. لاحظوا معايا مزيان كي كنخيط وكنستف. إذا المبتدئات نتمنى يعملوا لي زيبينغل ويخدموا بطريقة مرتاحة بأريحية، أو يعملوا فوفيلاج عادي يخدموا. الريغل لي فرونس ديالو كالريغل الشريط باش يمكن ليا يجيني متول وغزال وجميل جدا جدا. اذا بعد الانتهاء غادي ندير واحد الخياطة عمودية اللي غادي تتضح لكم من خلال الفيديو في التالي ديالو، غادي تلاحظوها. اذا وصلت للنقطة النهائية وغادي نخيط بهذه الطريقة هذه. اذا النقطة النهائية هذه وغادي نقطع الشريط اللي بقى ليا على هذا الشكل هذا. اذا هذا انتهيت منه، غادي ندوز للجزء الثاني. بديت كنخيط في الشريط الباندا الثانية وبخمسة سنتيمتر غرزة متباعدة جدا باش ملي نجبد الخيط يتكمش ليا ويعطيني الكسارات الكشكشات او لي فرونس. لاحظوا بهذه الطريقة هذه ملي كنجبد كيتجمع ليا التوب كيعطيني لي فرونس بما نسميهم الكشكشات. إذا حنا غادي نخدمو في الثانية ديالنا إن شاء الله. إذا نقولو على هاد الطريقة هادي، إذا كتختلف الطريقة الأولى على الثانية بهاد الشكل هذا. لاحظوا معايا المرة الأولى خيطت هادي هاد الكسارات ولا لي فرونس، خيطتهم هنايا على هاد الشكل في هاد تحت الإيبات، وهادي غادي نشدهم مع هادي. علاش أستاذ؟ لأن هاد البلاصة هادي خاصها تكون ليا مطوية على هاد الشكل هذا، خاصها تكون ليا مطوية على هاد الشكل. ولاحظوا إلا جيت نقلبها هكذا هادي راه مقلوبة لهيه، إلا جيت نقلبها لهيه راه غادي تعطيني العكس ديال هادي. إذا ما هو المعمول أستاذ؟ هو أنني إذا هادي درتها على هاد الشكل، هادي غادي نديرها على هاد الشكل على قفاها، هادي على الوجه ديالها، هادي على قفاها بهاد الطريقة هادي. وغادي نشد ونخيط على هاد الشكل. إذا غادي نشوف المسافات اللي كاينين هنايا،
إذا متساويين المسافات غادي نخيط البنس ديالي بهاد الطريقة ونوزع البنس ديالي بالشكل اللي بغيت أنايا الشكل المطلوب. نحاول ما نغرقش في الكسرات ديالي ولا لي فرونس ولا الكشكشات. اذا غادي نشد ونخيط بهذه الطريقه هذه، نشد هادو مع هادو ونزيد بين بلا سوي جديد نبدا منين حطيت الخياطة ديالي هنايا من هنايا كسرت ديالنا على هذا الشكل. إذا مباشرة غادي نمشيو نخيطوهم بهذه الطريقة بعد ما شديناهم بالزبانجل. إذا على هذه الطريقة غادي نخدمو تندير فايفيان باغون اغيغ كنرتقو وعاد كنمشي نخيط بهذه الطريقة هذه وكنخيط بالمقلوب باش نشوف الخيط اللي خيط بيه باش نتجنبو شوية عن اليسار باش ما تجينيش الخياطة باينة. إذا ديما في الخياطة كننصح المبتدئات في التريوت ونشوف شنو كنعمل باش تمكنش ليا لداخل ولا نطوي ليا لي فرونس على داك الشريط اللي عملت. إذا لاحظ اللي ضرب ليها كل هاد المعلومات هي خليتها وهبط بديك العدد خليت ستة يعني ديك لابليور اللي كتشوفو الكسرات عندنا في الأمام في القانون ديالنا في الفستان أربعة الكسرات اثنين في الأمام وجوج في الخلف. إذا كنخيط ثانية ديال الأمام والأمام درت فيه لي فرونس. إذا نفس الطريقة كي خيطت الجهة اليمنى غادي نخيط الجهة اليسرى. إذا كنقلب كنشوف الخيط اللي عندي واش كيبان ولا لا بحال الخدمة ديال لي اذا كنحي لي زيبانجل ديالي وكنخدم بهذه الطريقه هذه الرائعه. اذا كنخيطو بهذه الطريقه هذه وغادي نخلي نفس المسافه اللي خليت الاول خصهم يكون عندي متساويين كل خياطه اليمنى كي الخياطه اليسرى. اذا بهذه الطريقه غادي نكون سويتهم. اذا ها هو على هذا الشكل هذا طلعوا لنا لي فرونس وعلى هذا الشكل في هذا الجانب هذا كيبقى لنا نخيطو على هذا الشكل ولكني بغيت لابليور هاد لابليور تخرج ليا اللي هنايا بهذا الشكل هنايا. لاحظوا معايا شنو غادي ندير هاد لابلي غترجع ليا لهنايا وهذا غادي ندير له بيكاج. اذا باش غادي نمشي نصوب الخلف ديالي نخيط شويه هنايا على هذا الشكل هذا
نجي لهنايا نفشي نرد لابليور ديالي لهنايا ونمشي على هذا الشكل ونخيط بهذه الطريقه. ها هي خيط 3 سنتيمتر بهذا الشكل وندير على هذا الشكل هذا. اذا غادي نمشي نخيط الخلف ديالي كذا غادي نخيط الحزام ديال الخلف. على هذا الشكل نقسم هذا على اثنين على هذا الشكل هذا نخيطوه هنا. اذا عندنا هذا حد الخياطه اللي غادي نخيطو هنا. غادي نشد بهذا الشكل هذا ونوضع علامه هنا شي سنتيمتر وهنا كذلك مثال علامه. اذا لاحظوا معايا غادي نوضع هذا الحزام هذا ديالي هنايا بهذا الشكل هذا نخيطو هنايا. الخياطه رديتها لهنا لانه غادي تحزم هكذا. نفس الشيء لهذا على هذا الشكل هذا غادي يعطيني بهذا الخياطه اللي كاينه هنايا هي اللي غادي تجيني على هذا الشكل هنايا. طالون ماشي في هذا غادي يجي في هذا الثاني ديال هذا هو هذا على هذا الشكل هنايا. إذا لاحظوا معنا هذا هنايا في هاد البلاصة اللي غادي نطويو على هاد الشكل هذا باش يعطينا هاد لابليير باش يعطينا هاد الشكل. وهذا كذلك ومثال هنايا في هاد لابليير اللي غادي تجينا مرحة بهاد الطريقة هادي. إذا لاحظوا معنا كاينة هنا خياطة وهنا مبقات حتى شي حاجة وهادشي كيصعب باش على الخياط عادي باش يدير. صعيب 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 جدا. ندوزو نخيطو غادي نخيط الحزام ونجي نخيط دابا الاول على هذا الشكل هذا ونحاول نخيط الثاني. اذا غادي نخيط الجهه الثانيه من الحزام على هذا الشكل هذا غير كنبيكي كنخيطو كنخيط غير الحزام ما كنخيطش يعني الفتحه ديال لا ديكو برينسيس ديال الخلف. نلاحظوا هي كنرتقو يعني كنرجمو باش ما يبقاش ما يتنسلياش. وفي الاخير كنخيط الديكوب ديالي. اذا غادي نجمع البلي ديالي بهذه الطريقه. اذا غادي نخيط
غادي نخيط سيركوتور بالنسبه للفرونس ديالي الكسرات كشكش. هذا الخلف دابا إذن عندنا الخلف ديالنا على هذا الشكل بالحزيمات على هذا الشكل ولي بلي ديالنا بهذا الشكل. غادي نجيب الامام ديالي اللي هو بهذا الشكل هذا بالكسارات ولا بلي فرونس. غادي نخيط الكتف الكتف مع الكتف وما نخيطش هنايا هنا ما نخيطوش غادي نخيط غير هذا الجانب. اذا غادي ندير دوره الرقبه دوره الرقبه غادي ندير البي اذا غادي ندير البي غادي نديرو بهذه الطريقة هادي يا الأخوات ندير فيه العدد اللي بغيت على حسب لاباري اللي عندي اللي غادي ندير بها. إذا هادي هي لافالوغ اللي كتبغي لاباري البيي اللي غادي نخيط بها قدامكم أمامكم إن شاء الله. هاد العدد هو اللي كتبغي لاباري. إذا بعد ما غادي نقطعو هاد الشريط هدا بهذه الطريقة على حسب لاباري اللي غادي تخيطو لنا لاباري البيي. اذا لاباري البيي درت عليها حلقه متعدده. اذا نعتبروا هذه الحلقه الجزء الثالث ريتم انجازو والجزء الرابع ان شاء الله. اذا في اخر الفيديو غادي تلقاو في صندوق الوصف الجزء الاول والجزء الثاني وفي اعلى الصوره الجزء الاول والجزء الثاني. اذا ما بقى لي الا نودعكم الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله كيفاش غادي نلصقوا البيي وكيفاش غادي نركبوا لكم ان شاء الله باذن الله.